بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على البركة أيها الإخوة، أعلنت اللجنة هنا في هذا الميدان عن انطلاقة شوط من أشواط الخير والبركة، وشوطنا بنقول السادس عشر في مجموع هذه الأشواط اللي خصص ما شاء الله للجعدان مجنان الأصهايل. نتمنى التوفيق والناموس للإخوة المشاركين والحاضرين. يا سلام يا سلام يا شاهين لسالم بن راشد بن سعيد النيادي اللي فاجأنا في هذه الاندفاعة الجميلة، 6 دقائق ثانية بالوفا والتمام، وسلام عليكم، سلام إلى هاني العين. شوطنا السادس عشر، شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط، شوط لا يقل أهمية عن بقية المراكز اللي فاتتنا. يتوقع في هذا الصباح تحطيم هذه التوقيتات من 6 إلى 7 وإلى 3، والحين أذن شاهين 6 دقائق وثانية، يعني المفاجآت واردة في هذا الشوط. أذهب إلى الصدارة وإلى المركز الأول، ماي هاب سهيل بن سعيد بن عبد الله سالم العامري. النقلة على المركز الثاني غيث لعلي بن عبد الله سعيد المسافري، وفي المركز الثالث النصر لراشد علي مفتاح الشامسي، وفي المركز الرابع يا سلام للعاب البدر بن سالم حمود الوهيبي. بينما اللي في المركز الخامس شبابي نايف بن عايد بن مطار الكتبي، وفي المركز السابع ولا السادس المراكز هنا مصيح محمد بن عبد الله بن معضد النيادي. بينما سابع المراكز هناك اللي نهاب لسعاد بن محمد بالشرقي الاعفاري، وفي المركز الثامن متعب خليفه بن سعيد بن عبيد خليفه بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر ايضا شاهين ريسنج. يا سلام على ماضى نعم لسهيل بن خليفه بن عبيد الحميري. هكذا مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، هكذا كانت نتيجتنا للمراكز العشر اللي ذعناها عليكم بالوفاء تمام. يلا اللي يبى التوقيت، اللي يبى الناموس شد حيله شوي. 2 كيلومترات اللي قضيناها والمتوقعين، يعني هاي سهلة على السبوق. اللي يبى الناموس شوي يبى يتقرب إلى المواقع الحساسة. الله هي حساسة. المركز الأول ما زال مسيطر منذ الانطلاقة واستفتاح إذاعتنا على المركز الأول، ماي هاب سهيل بن سعيد عبد الله بن سالم العامري. النقلة هناك على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني أيضا من تعرف عليه من الجانب الثاني هو من هاب سعيد بن حمد بن محمد بالشرقي الأعفاني، وثالث المراكز النصر لسراشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وهنا ما يأتي غيث لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري رابعا. وفي المركز الخامس العاب اللي بدر بن سعيد بن حمود الوهيبي. عطنا لقطة يوم صورنا على بقية الله يهو شوط. تتغنى الأبيات في أهل النواميس، والله الكل يبغي يتغنم، يبغي يتنغنم بناموس جميل مميز حاضر. 1200 يا مضمرين يا ملاك، وينكم اللي بناموس تقرب شوي. خلاص ما شاء الله. يا ماي هاب ونهاب في عز المركز. الكيلو الأخير يليهن ثالث المراكز، هناك النصر لراشد بن علي مفتاح الشامسي، وصل شاهين ريسنج أيضا هناك العابر لبين الشوط، متجول الشوط. الله يا ماي هاب المسيطر ماي هاب، الصامد ماي هاب بالمركز الأول بمقدمة الشوط. سهيل بن سعيد بن عبد الله بن سالم العامري
هكذا الله وصل شاهين ريسنج، ووصل ايضا شاهين احمد بن عبيد بن حميدان، وصلكم ايضا هناك اللي شعار بالضعيف حاضرا هنا. ادهم لراشد